السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنبدأ مراجعات مهمة جدا في الكيمياء الصف الأول الثانوي. كيمياء في أسئلة مهمة جدا بدأت تظهر عندنا. أولا رقم واحد، لما يجي يقول لي بما تفسر أو مع كتابة المعادلات متزنة، بما تفسر عايزين تفسير علمي للآتي. رقم واحد، محلول كربونات الصوديوم الأس الهيدروجيني له أكبر من 7. طبعا لما قلنا الأسئلة ديت في بعض بنات وشباب قالوا لأنه محلول قلوي. طيب ما احنا عايزين نعرف برضو هو محلول قلوي ليه؟ خلاص، لأنه هو بيقول لي محلول ملحي. خلاص، محلول ملحي قلوي. كنتيجة معروف، وبعض الناس استنتجوا لأنه أكبر من 7 يبقى محلول إيه؟ قلوي. بس عايزين نفسر. طيب السؤال ده برضو هو علل أو بما تفسر محلول كربونات الصوديوم محلول ملحي قاعدي أو قلوي. يعني أنا قلت قلوي، طب ليه؟ هو ده الكلام، هو ده الكلام بالنسبة للسؤال الايه الاولان. طبعا معروف كلمة محلول يعني فيه مي. طب كربونات الصوديوم اساسا الصيغة الكيميائية بتاعتها Na2CO3، كلمة محلول يعني فيه مي. طيب لو احنا اينا هذا المركب Na موجب وCO3 سالب، المية معروف عبارة عن أيونات هيدروكسيد سالبة وأيونات هيدروجين إيه موجب. نركز كده، تبادل أيوني، إيه اللي يحصل؟ يتكون حمض ضعيف وقاعدة قوية. قاعدة قوية، يبقى الإجابة النموذجية للسؤالين لأنه ناتج من حمض ضعيف وقاعدة قوية فيصبح محلول ملحي قاعدي. الأس الهيدروجيني له، الأس الهيدروجيني له أكبر من 7. على نفس المنوال ونفس الطريقة ونفس الكلام هنيجي نقول رقم 2، محلول كلوريد الصوديوم الأس الهيدروجيني له بيساوي 7. نفس الكلام، عايزين نشوف أصل كلوريد الصوديوم نظامه ايه. وطبعا معروف ان محلول كلوريد الصوديوم محلول ملحي متعادل. ليه متعادل؟ نفسر كلامنا. قلنا كلمة محلول ادي كلوريد الصوديوم محلول NaCl، هنا عندي H موجب Na موجب وCl سالب، عندي هنا ال Na OH سالب بتاعت المية وال HA الموجب. لو جينا نشوفنا التبادل الأيوني هيديني HCl وهو حمض قوي، ال NaOH قلوي قوي، إذن سيحدث تعادل. خلاص، يبقى الإجابة النموذجية لأنه ناتج من حمض قوي وقاعدة قوية، إذن هو محلول ملحي متعادل. إذن
البي اتش بتاعته بتساوي ايه؟ 7. اسئلة مهمة جدا وبتتكرر كتير في الامتحانات. طيب رقم 3 بما تفسر درجة غليان محلول كربونات الصوديوم أعلى من درجة غليان محلول كلوريد الصوديوم. السؤال ده مهم بالمناسبة ولازم نعرف ايه موضوع درجة الغليان. طبعا القاعدة درجة الغليان بتزداد كلما زادت عدد الأيونات. هل محلول كربونات الصوديوم أيوناته أكبر من أيونات ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم؟ طبعا نشوف مع بعض كده. لما يتأين أي يتفكك اداني 2 أيون صوديوم وواحد أيون ايه؟ كربونات. ملناش دعوة بالذرات هنا لأن في ناس بتعد الذرات. هنا الأيونات نركز عليها إن ايه؟ موجب وسي ال ايه؟ سالب. الكلام ده مهم؟ مهم. يبقى هنا عدد الأيونات كام؟ 2 أيون صوديوم وأيون ايه؟ كلور. عدد الأيونات هنا كام؟ 3. 2 صوديوم وايه؟ 1 كربونات. يبقى العدد ايه؟ 3. إذن درجة غليان، إذن درجة غليان محلول كربونات الصوديوم أعلى من درجة غليان محلول كلوريد الصوديوم. من الأسئلة المهمة جدا عندنا في الامتحانات. طيب طريقة تانية من الأسئلة وموجودة في الامتحانات عندنا، بيجي يقول لي أي من الشقوق الآتية يعطي محلول ملحي متعادل قلوي حامضي. ويجي يديني شوية شقوق يعني أيونات. ممكن يديني الأسيتات CH3COO، يديني NH4، ممكن يديني مجموعة الكربونات برضو أيونات الصوديوم، ممكن يديني أيونات الكلور، طيب نبدأ نشوف كده. عندنا هنا دي أسيتات، هنا أمونيوم، هنا كربونات، هنا أيون الصوديوم، هنا أيون الكلور. طبعا نركز أوي كده، لو عاوزين محلول ملحي متعادل، محلول الملحي المتعادل ممكن نحصل عليه بطريقتين. لما نقول ان NaCl ده محلول متعادل لأن حمض قوي وقاعدة ايه؟ قوي. يعني لما نضيف OH زي ما عملناها في السؤال اللي قبل كده بيديني فعلا قاعدة قوية وحمض قوي. طيب أسيتات الأمونيوم ممكن برضه نفس الكلام COONH4، دي لما تاخد الـ OH بقت قاعدة ضعيفة. لما نحط الـ H حمض ضعيف إذا محلول متعادل. سؤال جميل ومهم. طب رقم 2 محلول ملحي قلوي، طبعا عندنا كربونات الايه؟ الصوديوم. كربونات الصوديوم تتفوق خلاص.
طيب لما نقول محلول ملحي حامضي يعني عايزين تفوق الايه الكلور، لان الكلور لما بيتأين الاتش الموجب يبقى اتش سي ال، ده حمض قوي اهوت. عايزين قاعدة ضعيفة يبقى كلوريد الامونيوم، كلوريد الامونيوم. يبقى اهو لو قلنا محلول ملحي حامضي هيديني اسيتات او كلوريد الايه الامونيوم، كلوريد الامونيوم NH4Cl. ده لما يجي يتأين الكلور هنا ايونه سالب مع الاتش الموجب يبقى حمض قوي. هنا اما نحط اتش او اتش سالب اديني هيدروكسيد الامونيوم، قاعدة ضعيفة، اذا يتفوق الحمض على ايه؟ على القاعدي. في اسئلة برضو مهمة جدا، ممكن يقول لي رتب الاحماض الاتية تبعا للقاعدية، ممكن يقول لي مرة تصاعديا ومرة ايه تنازليا. تصاعديا يعني من الاقل للاعلى. ممكن يعمل لي الاحماض الاتية H2CO3، ممكن CH3COOH، ممكن H3BO4. طبعا هنا ترتيب الأحماض الآتية تبعا للقاعدية تصاعديا يعني الأقل للأعلى. فطبعا الأقل حمض الخليك اللي هو رمزه CH3، ولازم نحفظ يا جماعة الأحماض والقلويات اللي عندنا المهمة، عشان هنبدأ برضو في شوية معادلات نعملهم حالا دلوقتي مع بعض. الحمض الثاني حمض الكربونيك H2CO3. الحمض الثالث حمض الفوسفوريك، طبعا هو قال لي هنا تبعا للقاعدية وليس القوة أو إيه أو الضعف. طيب برضو ممكن يقول لي اكتب ماذا يحدث بالمعادلات عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون على ماء الجير الرائق لفترة قصيرة ثم لفترة طويلة. معادلتين مهمين ونركز قوي فيهم على قد ما نقدر. اولا لازم اعرف هو انجبها لي هيجيبها عشان يشوف انا عارف الجير الرائق انا عارفه ولا لا. طبعا رمز ماء الجير الرائق اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم زائد ثاني اكسيد الكربون لفترة قصيرة، فترة قصيرة. طبعا يتعكر ماء الجير الرائق واخدناها في السنوات اللي فاتت كتير لفظيا، ولكن معادلات عندنا ابتداء من اولى ثانوي. كالسيوم سي اي مجموعتين هيدروكسيد. طبعا اسهل طريقة المعادلات الطريقة اللي احنا بنعملها ديت عشان ما نحفظش كتير، الاو مع ثاني اكسيد الكربون ادتني مجموعة كربونات الكالسيوم اتحد معاها CaCO3، ده طبعا راسب ابيض، اذا ده سبب التعكير وجود الراسب الابيض زائد ايه مية. طب الناتج اللي طلع ده، دي اول معادلة، الناتج اللي طلع ده لو بدأنا ناخده CaCO3 زائد H2O زائد مزيد من ثاني اكسيد الكربون ولفتره طويله، طبعا يزول التعكير. بيزول التعكير ليه؟ نشوف كده مع بعض. هنا كالسيوم وهنا مجموعه كربونات، الميه نفككها كده H و O و H، ثاني اكسيد الكربون برضو
ذرة أكسجين هتتحد مع ثاني أكسيد الكربون هتديني مجموعة إيه؟ كربونات. الكالسيوم دلوقتي موجود ما بين اتنين كربونات، ما ينفعش ياخد واحدة ويسيب التانية. ماذا يحدث؟ التفاعلات الكيميائية بتحل هذه الألغاز، الهيدروجين هيجي مع الكربونات هيديني بي كربونات أصبحت أحادية، الهيدروجين التانية نفس الكلام هنا هيديني اتنين بيكربونات كل واحدة أحادية. إذن يجوز دلوقتي إن الكالسيوم ياخد مجموعتين البيكربونات، وده أصبح بيكربونات الكالسيوم، وديت مادة ذائبة في الماء، يبقى هنا تكون بيكربونات الكالسيوم وهي مادة ذائبة إيه في الماء. إذن يزول التعكير، يزول التعكير. إن شاء الله هنبدأ في الحلقات القادمة كتابة المعادلات المكررة علينا في منهج الصف الأول الثانوي، ونعملها بطريقة سهلة وإزاي نحلها بسهولة مع مسائل اللي بتتكرر كتير عندنا في الامتحانات. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونكون على تواصل مع زمايلنا عشان كلنا نستفيد. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.